هو يعني هنبدا من النهارده هتظهر بعض السحب الكثيفه المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد، تبدا تتقدم الى الداخل، ويبدا من غدا تبدا حاله عدم الاستقرار، حيث يبدا الامطار تبدا خفيفه ثم تشتد، وخاصه يوم الاربعاء هتكون اشد عنفا على السواحل الشماليه الغربيه والشرقيه. وبالنسبه للشرقيه سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر قد تصل الى حد العاصفه، والامطار عامه هتكون على اغلب محافظات القاهره يوم الاربعاء. يوم الاربعاء، لكن الثلاثاء برضو بدايه الامطار. في بدايه الامطار هتبدا على امطار على السواحل الشماليه الغربيه والوجه البحري، ولو وصلت القاهره تبقى خفيفه مع انخفاض ملحوظ في درجات الحراره يوم الاربعاء ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا ريت حضرتك تدينا فكره كده عن متوسطات درجات الحراره ابتداء من اليوم. يعني من النهارده درجات الحراره هتبقى معتدله بالنسبه للوجه البحري والقاهره، تتراوح درجات الحراره ما بين 26 و27، الساحل الشمالي بتروح من 25 الى 26، الجنوب بيتراوح ما بين 29 و30، ده النهارده، لكن هيبدا ان شاء الله ينخفض اكتر من 4-5 درجات يوم الاربعاء ان شاء الله. الاربعاء 4-5 درجات طبعا. تمام. يعني دي نقلة في اتجاه البرد بقى صريحة، وهل هي موجة ولا خلاص هيبدأ الجو الشتوي؟ لا يعني بص حضرتك، يعني هو الجزء الثاني من فصل الخريف بيعتبر من الشتاء، يعني فهتبدأ وبقى خلاص، يعني هندخل تدريجيا كده في انخفاض درجات حرارة، تبدأ بقى فصل الشتاء قريبا ان شاء الله في 22 ديسمبر ان شاء الله. دكتور احمد عبد